مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده وحديث التعليميه. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن امتحانات اخر العام. اعتقد ان قرب وقت الامتحانات، يعني ايام قليله جدا او بكتير شهر ونستقبل امتحانات نهايه العام ده في المرحله الابتدائيه ويعقبها باقي المراحل باذن الله. يمكن عايزين نتكلم على استعداد الادارات بشكل عام لاستقبال امتحانات نهايه العام، ولكن النهارده هنختص باداره 6 اكتوبر. هنتكلم على استعدادها لاستقبال امتحانات نهايه العام، ايضا هنتكلم على الانشطه الصفيه والانشطه اللا صفيه ودورها في العمليات التعليميه. هنتكلم ايضا على اهتمام الاداره بمرحله رياض الاطفال. كل هذه المعلومات الخاصه بامتحانات نهايه العام هيحدثنا عنها ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، استاذ بكساوي مصطفى بكساوي، مدير عام اداره 6 اكتوبر التعليمي. اهلا بيك يا فندم معانا. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتكلم على انتظام الدراسه داخل اداره 6 اكتوبر. والله الحمد لله الدراسه منتظمه من بدايه الترم الثاني وما فيش اي عوائق، موجودة الأنشطة التربوية، موجودة كل الأشياء موجودة وتقدم على أكمل وجه للطالب، بس إن احنا في النهاية عايزين نحصل على منتج كويس، يعني يكون يعني مساعد في العملية التعليمية أو قوي، أداء قوي للعملية التعليمية، إن احنا منتج عقلي وفكري قوي يساعد على الوقوف ويواجه لكل ما يواجه العمليه التعليميه. في اقبال على المدارس هذا العام يعني بشكل عام من بدايته، ولا ما زلنا بنجد عزوف في المدارس فيما يخص العمليه التعليميه؟ لا والله هو الاقبال موجود، ما عدا في الصفوف العاليه اللي هي زي ثالث سنه وكده ما فيهاش اقبال خالص، او تقريبا في اقبال ضعيف جدا يعني. انما المدارس الثانيه منتظمه ولازم تنتظم عشان خاطر في غياب، في درجات سلوك، في درجات عمل سنة مختصة بالغياب عشان خاطر بس كل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي عليه. إنما في النهاية العمليات التعليمية منتظمة والمدارس الحمد لله مليانة وكويسة وفيها طلاب كتير. تمام. طيب لو اتكلمنا على مرحلة رياض الأطفال، دايما بيكون اهتمام أكثر بهذه المرحلة، محتاجة اهتمام، محتاجة تأسيس، محتاجة تمهيد لالتحاقها بالمرحلة الابتدائية اللي هي أعتقد أساس العمليات التعليمية. ماذا عن اهتمام بهذه المرحلة تحديدا في إدارة أكتوبر؟ المرحلة دي اهتمام الوزارة بها قوي جدا في عدة نقاط: تجهيز قاعات لرياض الأطفال وفتح رياض قاعات الأطفال في كل المدارس، تقريبا في كل المدارس اللي هي فيها ابتدائي. بدأت الوزارة من فترة كده فيها خطة جريئة بعمل قاعات لرياض الأطفال وتجهيزها من حيث الأساس، من حيث السبورات، من حيث المعلمات المختصات بذلك اللي هم حاصلين على تربية رياض أطفال، إن هم يساعدوا على ده ويكونوا في نفس الوقت أقوياء. أنا بقى شخصيا بحب المرحلة دي، لما بروح زيارة لكل مدرسة بحب أشوفهم وأسلم عليهم، لأن طبعا أطفال في سن صغير ليهم رونق جميل. يعني مش بتكون في خطة يعني موجهة تجاه الأطفال في العمر ده تحديدا؟ طبعا في خطة ومنهج محطوط ليهم في العمر ده، منهج محطوط وبيدرس وتحضير كافي ليه، وخطة من الوزارة محطوطة للمنهج ده تقدم على أكمل وجه للطلاب. بيسوي الخطة بتختلف من إدارة لأخرى ولا الخطة واحدة في كل الإدارات التعليمية؟ لا، الخطة عامة على كل الوزارة الخطة، ولكن طبعا حتى هم ليهم بيبقى ليهم تقسيمات جميلة وظريفة، يعني هم بيطلقوا عليها كلمة قاعات، فتلاقي مثلا قاعات الزهور، قاعات الربيع، قاعات صغيرة كده كل قاعة فيها 40 طفل، يعني بيتناغموا مع بعض مع المعلمات. المفروض ان كل فصل فيه 2 معلمات بيقدموا ذلك، وجزء منهم خاص باللغة الإنجليزية أو باللغة الأجنبية إذا كانت دي مدرسة لغات، وجزء خاص أو معلمة أخرى خاصة باللغة العربية. الهدف كله إن السن ده سن جميل، فبنزرع فيه العلم من صغره يعني. صحيح. استاذ بكساوي، دايما بنقول ان احنا او حضراتكم دايما بتقولوا في اكثر من مؤتمر انكم محتاجين، وده طبقا لخطه خاصه بالوزاره، محتاجين طالب مبدع، طالب مبتكر. ما بقيناش محتاجين الطالب اللي بيحفظ المعلومه عشان يحصل على درجات معينه او درجات نهائيه ويلتحق بجامعه المجموع الكلي هو اللي بيتخذ القرار فيها، لكن احنا بنعتمد على ان الطالب ده يبتكر. هل النشاط ليه علاقه بالابتكار، انه يمارس نشاط داخل المدرسه؟ هل الماده العلميه لما ترتبط بانشطه معينه بتساعد الطالب على انه يلتقط المعلومه بشكل فيها فهم اكثر من الحفظ؟ اولا في الاساس النشاط بيدي قدره للطالب على الابداع، لان هو عمر ما كان الابداع صم وحفظ، النشاط إبداع للطالب من خلال تطبيق المادة النظرية
على الأنشطة. فبتلاقي الأنشطة موجودة في المواد المختلفة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية. يعني في نشاط مكتبات، في نشاط زراعة، في نشاط اقتصاد، في نشاط مجال صناعي. كل الأنشطة دي الهدف منها إنها بتدي فرصة للطالب عن الترويح، إنه بتدي في نفس الوقت دفعة. يعني النفس كده بتبقى محتاجة أثناء اليوم الدراسي، إن ما يبقاش اليوم الدراسي كل يوم دراسة 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 دراسة. تمام. يعني لازم يبقى في فرصة للترويح النفسي من خلال الأنشطة، وبتدي دفعة للطالب. يعني أنا لسه حاضر ورشة من قريب، ورشة عمل اسمه في إيه؟ إحدى مدارس أكتوبر. في إحدى مدارس من أكتوبر على الريبوت. تمام. يعني كانت ورشة جميلة. ده اختراع روبوت. تمام. في طلبة عاملين الاختراع الجميل ده، في طلبة تانيين عاملين عربية بتمشي بال عن طريق قبل على من خلال حاجة على الموبايل، يعني برنامج على الموبايل، وحط العربية موتور وبيمسك الموبايل ويروح محرك العربية وطلعها لقدام ويمشيها لورا زي دراع كده. يعني في ابتكارات، واحنا عندنا اكتر من 200 مخترع ومبتكر. وعمرهم صغير يا فندم عمرهم ولا؟ صغير؟ لا عمرهم صغير جدا، يعني في مراحل ابتدائي وثانوي، مراحل ابتدائي واعدادي وثانوي. دول بيحرق يعني، يعني بيكون في توجيه ليهم ان هم يلتحقوا بالمراكز الاستكشافية او طبعا مراكز طبعا طبعا، او دخولهم مسابقات معينة، بيكون في توجيه. ده من الاساس. ما هو كل الانشطه دي لازم ليها مسابقات، تمام اللي هي بتدي في النهايه دفع للطالب على الجد والاجتهاد. تمام النشاط بينقسم لنشاط صفي ولا صفي؟ هو النشاط بينقسم نشاط صفي ولا صفي. كمان في جزئيه هقولها، ان الوزاره بترعى الموهوبين تمام. وبتعمل مسابقات للموهوبين. ولسه انا كنت حاضر من قريب في المدينه العلميه مع الدكتور طارق شوقي معرض الهندسه والعلوم تمام. اللي هو الايسف، العيال او الطلاب اللي حاصلين على المسابقه وفايزين على مستوى كان الجمهوريه، بيتم تكريمهم فعلا من جانب كان الوزير. بيتم تكريمهم من جانب الوزير. ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا. يعني كان حتى في منهم سافر لامريكا صحيح. ببعض رعايات، وكان حتى الدكتور طارق شوقي اتكلم وقال ان في ان احنا فعلا نفتخر بابنائنا الطلاب وعلى ما قدموه. يعني حتى كانت من الحاجات الجميله ان في من ضمن المخترعين مكفوفين، كانوا في محافظه الفيوم. يعني بمعنى صح ان الاختراع مش مرتبط باي مش اعاقه مرتبط داخل مش الانسان. مرتبط صحيح باي اعاقه صحيح. داخل الانسان. اللي عايز انا يخترع ويبتكر ما انا بقول بيخترع. يعني انا كانت مفاجاه ليا دي، ان هو حد مكفوف. فده يدل على ان الشعب المصري شعب خلاق وشعب قوي جدا، بيعرف ازاي يبدع وازاي يقدم ما لديه اكثر لخدمه مصرنا الحبيب. تمام. يمكن اهتمامنا بالأنشطة ده فعلا كان ليه دور في تغيير مسار العمليات التعليمية. يعني بدأنا نعمل إحصائية إن الطالب اللي بيمارس نشاط داخل المدرسة، النشاط اللاصفي ده متواجد في كل مدرسة، النشاط الصفي ده مرتبط بالمادة العلمية، بالظبط كده صح كده؟ بالظبط ده كده. أعتقد إن هو مهم لأنه بيساعد الطالب على فهم المعلومة أكثر، ولا يعني عملنا إحصائيات للموضوع ده؟ ما احنا لما تيجي مثلا لماده زي ماده العلوم او اللغه العربيه او المواد الثقافيه، كل المدرسين بيقوموا بعمل انشطه لخدمه الماده. الهدف منها البحث والابتكار والجد والاجتهاد وتحصيل العلم. يعني بيديله يعني دفعه لتحصيل العلم، تمام. وان هو يبحث في مراجع، يبحث في كتب مختلفة من خلال المكتبة اللي موجودة في المدرسة، واللي بيتم تزويدها دائما بالكتب الجديدة، بجانب النشاطات الأخرى زي النشاطات الرياضية. وبنعمل مسابقات للنشاطات الرياضية، بنعمل مسابقات لأوائل الطلبة، بنعمل مسابقات للأنشطة المختلفة، صحافة، زراعة. لسه كنا عاملين معرض صحافة قوي جدا وجميل جدا، لعيال الموضوعات اللي كاتبينها كلها موضوعات جديدة وموضوعات اي طالب من حوله قوية. يشارك في المعارض دي او في طبعا ان هو اه طبعا اه طبعا اي طالب من خلال اخصائي المدرسة اللي هو فيها. يعني لو هو صحافي يبقى اخصائي الصحافة اللي موجود في المدرسة تمام. بيشارك معاه، او بيختار الموهوبين وبيرعاهم. تمام. بجانب الزراعة، بجانب المجال الصناعي والزراعي، بنعمل معرض في النهاية لختام الأنشطة بيقدم فيه كل المدارس ابتكاراتهم ابتكاراتهم. داخل داخل، وبنحتفل وبنقيم وبنوزع شهادات تقدير،
واحيانا يعني بيبقى ايه دعم مادي بالتأكيد نعم، على والحالة المعنوية للطالب أعتقد والحالة هتفرق المعنوية كتير. بالظبط كده ترتفع، ويبقى دعم مادي للقائمين على هذه المعرض في حال الفوز. تمام. ماذا عن اهتمام الطلاب، يعني اهتمام الإدارة الخاصة بالموهوبين بالطلبة بشكل عام وتوجيه ليهم؟ يعني أكيد بتوجه ليهم العديد من الرعاية المتكاملة لأي طالب موهوب، يعني احنا اتكلمنا على المبتكر والمخترع، في ناس موهوبة أيضا في مجالات مختلفة، الفن، الغناء، يعني ده كنا بنجده في المدارس وبيخرج منهم نجوم في الأعوام السابقة، هل ما زال فعلا في اهتمام بالموهوبين؟ اكيد طبعا في اهتمام بالموهوبين، خاصه زي ما بتقول حضرتك في الغناء والموسيقى، وبنعمل ليه برضو مسابقات فرديه على الاغاني، او مسابقات كورال، او مسابقات موسيقى. ولسه عاملين المسابقه دي في انتظار ان احنا، يعني احنا كاكتوبر خدنا المركز الثاني على مستوى المحافظه تمام. في المسابقه دي. عندنا ناس كورال قوي جدا، عندنا في ما شاء الله يعني أولاد مستواهم الفني قوي جدا، ويقدموا ما لديهم، وده بيساعدهم برضو في نفس الوقت على الجد والاجتهاد، لأنه بيبقى ترويح عن النفس شوية. تمام. امتحانات الميد تيرم يمكن في العديد من المدارس بتمتحن في الوقت الحالي، وفي مدارس انهت امتحانات الميد تيرم، عايزين نتكلم عنها بشكل اكثر توضيحي، هل فعلا الاجزاء اللي الطلبه هتمتحنها لسه او امتحانتها وخلصت هيتم الغائها في نهايه العام؟ اولا القرار الجريء خده الدكتور طارق شوقي، هو عجب ناس كتير قوي حقيقي فعلا، يعني ان هو خد القرار ده بالتخفيف على ابناء الطلاب من خلال الغاء امتحانات الميد تيرم، انه ما يجيش تاني في اخر السنه. امتحانات خلصت، وكنا مرينا على الامتحانات في كام مدرسه، وشفنا الامتحانات ماشيه كويس، وفي تفاعل من الطلاب مع الامتحانات، والتصحيح بيتم اولا باول. وفي مدارس في محافظات مختلفة لسه هتبدأ لا، امتحانات. ما انا ما انا ما انا بتكلم تمام، على يعني حضرتك بنتكلم على الإدارة، الجيزه، انا اقصد ان هي على الجيزه، هنا اتكلم صحيح على الجيزه صحيح. فقط. هو طبعا كان قرار محافظه الجيزه بتحديد موعد الميد تيرم من وقت كذا لوقت كذا، تمام. يعني هو بيحدد الوقت وانهت واحنا بنحدد الجداول، بالتأكيد نعم، وانتهت امتحانات الميد تيرم. وانتهت امتحانات الميد تيرم، والنتيجه يعني ظهرت خلال الاسبوع اللي فات ده، اربعه وخميس. تمام. القرار الجريء اللي عجب ناس كتير جدا من المجتمع بشكل عام ان الجزء ده مش هيتم. مش هيتم امتحان فيه تاني، وان هو فرصة للاطلاع. تمام. طيب استعداد الإدارة بقى تحديدا إدارة 6 أكتوبر لاستقبال امتحانات نهاية العام، أعتقد إن يعني خلاص الأيام بتبتدي تبقى قليلة جدا، ونهاية العام أعتقد تم تحديده طبقا لإدارة 6 أكتوبر. بالظبط، هو المحافظ اللي بيحدد موعد الامتحانات، وكيل الوزارة بيقدم مقترح للامتحانات اللي هي النقل او الشهادات، طبعا بعيدا عن امتحان الشهادات العامة اللي زي الدبلومات او الثانوية العامة. انما الوكيل الوزارة الاستاذ محمد عبد الهادي الراجل قدم المقترح بتاعه، المحافظ وافق عليه، انه يبدأ امتحانات من يوم 28/4، تبدأ امتحانات النقل تانية تالتة رابعة ابتدائي خمسة، وبعدين يعقبهم في نفس التوقيت ده هيتم امتحان اولى وتانية اعدادي، وفي نفس التوقيت ده برضه هتبقى امتحان سنوات النقل كلها. في موعد لانتهاء الامتحانات بشكل عام يعني هو على موعد، يعني بقدر الامكان انه هيكون قبل شهر رمضان، قبل، يعني قبل 27/5. تمام، لكن المراحل الأولى اللي هي الابتدائية دي هتنهي الدراسة في أول مايو، في اول مايو الباقي الشهادات اللي هي باقي لابد إنها تكون قبل الشهر الكريم بإذن بالظبط الله. كده. يعني هو الشهادة الابتدائية، بعديها مباشرة الشهادة الإعدادية، بعد كده بداية الشهر الكريم، وبعدين نخش بقى امتحانات ثانوية عامة والدبلومات الفنية. تمام. يمكن هيكون في إجراءات خاصة بالإدارة، إدارة أكتوبر لاستقبال امتحانات نهاية العام، إجراءات ممكن تكون أمنية، إجراءات لمنع أشياء كتير جدا بنحاول نتلاشاها من العام الماضي والله كسلبيات ولا؟ والله والله انا شخصيا بقالي شهر في الاداره، في اداره اكتوبر. لكن حضرتك يمكن في خطة أو ما يؤخذ في اعتبار طبعا هذا العام؟ طبعا ده موجوده، تمام. موجوده الخطه، واتكلمنا فيها وحطينا النقاط الاساسيه ليها، ان توفير مكان للطلاب يستوعب فتره الامتحانات، وفي نفس الوقت ما يكونش في تكدس، يعني يكون في لجنه فيها 20 طالب يؤدون امتحانات، وتوفير المناخ المناسب للامتحانات سواء سنوات النقل او سنوات الابتدائيه او سنوات الاعداديه. بيبقى طبعا الابتدائي والاعداديه بيبقى التنسيق مع الامن في احضار الاسئله،
لان لازم في فرد امن واحنا بنستلم الاسئله، صحيح. حد بيستلم الاسئله بيامن الاسئله واحنا في الطريق لغايه ما نوصلها، وبعد كده بالتنسيق معاهم برضو في اداره اللجان من هم يعني كناحيه امنيه من خارج المدرسه، يعني بيبقى في تواجد امني خارج المدرسه، انما داخل المدرسه هو الاداره دي بتاعتنا احنا، واحنا اللي بنسيطر عليها سيطره كامله. الفترات اللي فاتت يمكن حضرتك اطلعت وسمعت كتير واكيد في قلب الموضوع عن التغذية المدرسية وظهور اكثر من حالات التسمم في هذا الموضوع، ماذا عن هذا الموضوع؟ والله انا مش عايز اجزم الكلام ده واقول ان هو صح او غلط، لان انا ما شفتوش قدام عيني، انا سمعت عنه من خلال الميديا ومن خلال التلفزيون اللي موجود، انما القرار برضو لكن في حالات تسمم القرار الجريء اللي اتاخد برضو من الدكتور طارق شوقي اللي هو بوقف التغذية نهائيا لحين عيش حار اخر، يعني عشان خاطر يبقى في فرصة لدراسة الموقف وما يبقاش فيه تمادي، وفرصة لدراسة الموقف وبعدين أو دراسة شكل الوجبة بشكل أو عام، دراسة شكل الوجبة، هو سواء إن هي تكون آمنة على الأطفال أو على بالظبط الطلبة بشكل عام. بالظبط دراسة الموقف كله كامل، يعني دراسة الموقف كامل وطرح التغذية لكن الأمر هيرجع مرة تانية ولكن بعد المتابعة. هيبقى بالشكل بقى المدروس، يعني شكل مدروس وشكل سليم، بحيث إن هو ما يبقاش مؤثر على صحة أولادنا، يعني لأن هم في النهاية أولادنا محدش يرضى إن هم يحصل لهم أي ضرر، ولا حد يسمح إن هو يحصل لهم أي ضرر، بالتأكيد نعم. فلازم القرار الجريء اللي اتخذه الدكتور طارق شوقي بوقف التغذية فورا، يعني كان قرار ده لسه يوم الأربعاء اللي فات أو الخميس مش فاكر، صحيح. قرار فوري كده بوقف التغذية فورا على جميع المحافظات، ومفيش حاجة اسمها حتى بعض المدارس اللي هي السمعية والبصرية والفكرية والكلام ده كله يتوقف في التغذية. تمام. إدارة 6 أكتوبر أعتقد إن هي فيها المزيد من المتابعة بشكل كبير جدا، فيها اهتمام كبير جدا. عايزين نتكلم على المتابعة تحديدا وإحنا خلاص يعني بنستقبل امتحانات نهاية العام، ونتكلم على المتابعة بشكل عام داخل الإدارة هقول لحضرتك على حاجة، في المدارس في الامتحانات في كله. هقول لحضرتك على حاجة، احنا انا بتكلم عني شخصيا او عن وكيل الإدارة او عن مجموعة المتابعة، لا نتوانى عن متابعة جميع المدارس، بحيث ان احنا كمتابعة بنوزع نفسنا على جميع المدارس ونشوف ايه اللي موجود، لو في سلبيات بنحب بقدر الامكان، كان تنبيه كامل على المتابعين ان هم لو في اي سلبية محدش يمشي غير لما يزيل السلبية، لو هو ما فيش قدرته ازاله السلبيه يرفع لنا الموقف، احنا بناخد الاجراء المناسب اللي يخلي السلبيه تزال، بحيث في النهايه تبقى العمليه التعليميه منتظمه ويبقى الطالب يشعر بالراحه الضمير وراحه البال، ويبقى المتابعة لو اكتشفنا حاجة مش عاجباكوا أو في شكاوى منها من المجتمع بشكل عام من أولياء الأمور بنحاول نغيرها داخل المدارس. طبيعي طبيعي، ما هو ده التنبيه، احنا بنقول التنبيه ان هو طول ما هو موجود في سلبيه لازم يدينا يزيلها السلبية بالتعاون مع مديرين المدارس لو في سلبية، ولو في أي مشاكل بقى تفوق قدرات المدير المدرسة أو المتابع نفسه بيصعدها لنا، وإحنا بناخد الإجراء المناسب اللي هو بحيث ما يبقاش في أي سلبية في الإدارة. تمام. يمكن بقينا نشوف في الفترات الأخيرة إن بقى في يعني فجوة ما بين المعلم ما بين الطالب، لأن الطالب دلوقتي أصبح بيطلع على كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، أصبح عنده معلومات كثيرة جدا، أصبح بيشعر بطرق تعليمية لابد أنها توجه ليه أو تكون هي الأساس في العملية، والطرق دي معتمدة على تكنولوجيا حديثة زي مثلا يكون في آيباد، يكون في تابلت، يكون في سبورة ذكية، يكون في أكتيفيتي، يكون في صور متحركة. هل كل المعلمين مدربين على هذه الطرق من الطرق الخاصة بالعمليات التعليمية، ولا ما زال المعلم بيخضع ليه عملية تدريبية في التعليم بشكل عام؟ اولا يعني ايه كلمة قالها الدكتور طارق شاوي في معرض الايسف اللي هو معرض العلوم والهندسة، تمام، ان دعونا لا ننظر للماضي وننظر للمستقبل. تمام. فنظر المستقبلية انا شخصيا يعني جملة عجبتني، ولان فيها تفاؤل وفيها دفعة للامام، هي الوزارة على طول مستمرة مع المعلم وبتقدم له الدورات الكافية واللازمة عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإن المعلم ما يبقاش واقف مكانه، لازم في الوقت اللي احنا فيه انه لابد ان يتقدم خطوات وخطوات، وده الوزارة بتقدمه بجانب برنامج
اللي كان عاملاه رئاسة الجمهورية، اللي هو اسمه المعلمون أولا، إن هو مجموعة من المعلمين خدوا قدرات عالية تدريبية عالية وينزلوا يدربوا غيرهم تمام. عشان يبقى برضو في إفادة ده في فترة الإجازة الصيفية لكل ولا في الناس. فترة الدراسة؟ ده المفروض بقاله من فترة حوالي سنة شغال. أقصد إن الفترة دي ممكن يعملها المعلم في فترة الإجازة. بالظبط بالظبط تمام. بالظبط، يبقى في فترة الإجازة. بجانب إن بعض الـ 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 أو كثير من المدارس، ودي كانت خطة من الوزارة، إنها تدعيم المدارس بسبورات سمارت بورد تمام. اللي هي مرتبطة برضو بالنت، وده موجود عندك في الفصل يعني، مش فيستحيل طبعا المعلم هيدخل ويبقى عنده ده ويمسك لسه طباشيرة، ولا يعني لازم يتفاعل مع التكنولوجيا الجديدة، تمام. خاصة إن الطلبة كلهم متفاعلين معاها والجيل اللي طالع الجديد كله متفاعل معاها. فاللي مش هيتحرك ومش هياخد التدريب بتاعه ومش هيبقى، يبقى واقف مكانه وغيره هيسبقه، صحيح. فيبقى غيره أفضل منه. فالوزارة بدفعة قوية بتاخد المعلمين طبعا عشان خاطر ما يبقاش فيه تفرغ فراغ في المدارس، يعني تدريجيا كده كل واحد بياخد له 15 يوم او كذا، فترات على فترات متباعده، من خلال الاكاديميه المهنيه، من خلال بعض البروتوكولات المعينه اللي يتم ابرامها مع التدريب. المهم في النهايه ان لازم المعلم يتحرك ويكون سباق اكتر من الطلاب. بالتأكيد نعم، لأن هو لديه المعلومة اللي بتوصل بالظبط كده للطالب بيحاول بالظبط، يكتسبها من المعلم. ان هو كمان يبقى قدوه لغيره، نعم. فلما يبقى قدوة لغيره لازم يبقى بالنسبة له التكنولوجيا الجديدة تبقى يمتلكها، تمام. ما يسيبهاش. يمكن حضرتك متواجد في الإدارة فقط يعني حوالي شهر صح كده، تمام. ولكن أكيد حضرتك تابعت أو في معرفة بالمعارض والأنشطة الموجودة في الإدارة بشكل عام. ماذا عن بتكون في نشاط أو ختام الأنشطة؟ احنا ده في الفترة دي أعتقد تمام فترة شهر أبريل. تمام. تمام. يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت دي انا عملت معرض، يمكن ده جديد، ان هو معرض تمام. معرض تدوير المخلفات، معرض تدوير تمام. المخلفات. يعني دخلت المعرض وشفت الاولاد اللي هم بيستخدموا البيئة والاشياء اللي ملقاه على الارض او الاشياء اللي ملهاش لازمة، بيعاد تدويرها مرة وبيعاد أخرى. تدويرها مرة اخرى وبيعملوا منها حاجات جميلة جدا. صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين، في بعض معارض أخرى في المدارس، وفي معرض ختام الأنشطة قريب قوي عاملاه المديرية يوم 8/4، مديرية التربية والتعليم في الجيزة، ومشتركة فيه جميع الإدارات برعاية وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد الهادي، إن هو كل إدارة تقدم ما لديها تمام. من أشياء بقى، من سواء مجال زراعي سواء مجال صناعي سواء أي حاجة تقدمها، ويبقى في النهاية هيبقى في تسابق، في النهاية المعرض اللي هيفوز هياخد جايزة. فده بيدي دفعة برضو لكل الإدارات إنها تعمل. إحنا شخصيا بنتكلم على الأنشطة اللي عندنا في جديد هيقدم من الأنشطة دي؟ في أكتوبر، لسه بقول لحضرتك عاملين معرض صحافة، حاجة حلوة يعني، حاجة وموضوعات جميلة. في معارض تانية بقى مختلفة في كل الأنشطة، بتدي دفعة للطلاب وبتدي في نفس الوقت حافز للمعلمين والمعلمات اللي هم بيقوموا بهذه الأعمال، أن هناك من يقدر هذا العمل، وهناك من يعطي دفعة لهذا العمل حتى يكونوا دائما مجددين ومبتكرين. تمام. ده بالنسبة لي نشاط في إدارة 6 أكتوبر. تمام. تمام. لو حبينا نتكلم، يمكن في الفترة الأخيرة بدأ التركيز على التعليم الفني وبدأنا نركز عليه أكثر، لأن احنا دايما بنقول إن احنا محتاجين الفني للحق بسوق العمل، محتاجين الاهتمام بالتعليم بشكل عام بمختلف أنواعه. ماذا عن التعليم الفني في إدارة 6 أكتوبر؟ التعليم الفني في إدارة 6 أكتوبر، يمكن إدارة 6 أكتوبر من الإدارات المحظوظة، اللي محظوظة في حاجة معينة، إن فيها مصانع، فالمصانع دي مدية قدرة على إن احنا نعمل معاها اتفاقيات على تعليم مزدوج، عبارة عن يعني موضوع زي الحق كل مدرسة بمصنع، أيوة ولا أيوة يعني هيتم عمل مصنع في المدرسة ولا موجود اوريدي المصنع موجود متواجد؟ فعلا ف موجود فعلا تمام. موجود فعلا تمام. يعني موجود مدرسة في البافارية للسيارات تمام. بتدرس تعليم فني قسم سيارات، تمام. في مدرسة تانية في العالمية للملابس برضو بتدرس تفصيل والكلام ده للملابس، بحيث ان هو ياخد 4 ايام في المصنع ويومين في المدرسة. وهل في فرصة عمل بعد إنهاء دراسته؟ اكيد طبعا، ما هو بيطلع، انا بطلعه لسوق العمل متدرب جاهز.
لانه شاف ده قدام عينه وبقى كويس فيه. وحتى كان من عندنا قريب النائب الوزير للتعليم الفني الدكتور احمد الجيوشي تمام. في زياره للمدرسه الفندقيه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو نبه على ان لازم يكون في حتى الفندقي يكون في برضه تعليم مزدوج، ان احنا الطلبه يطلعوا بره 3 ايام بره او 4 ايام بره في الفنادق في مطاعم، عشان برضه يبقى عنده قدره على التفاعل مع سوق العمل، وفي نفس الوقت 2 يومين دراسه بيدي له قدره على التحصيل وتطبيق الايه ما حصله نظريا عمليا من خلال المصانع او من خلال الفنادق. طب في بروتوكولات تعاون مبرمة لتوظيف الطلبة بعد التدريب وبعد إنهاء دراستهم في التعليم الفني، ولا هو خلاص طالما بيتدرب في المجال ده هيشتغل معاهم هو يعني؟ إن كانت في بروتوكولات تعاون، أنا ما بجبرش المصنع، تمام. أنا ما بجبرش المصنع إن هو إن هو يعين الطلاب بعد ما يخلصوا فترة التدريب أو بعد ما يخلصوا ياخدوا المؤهل بتاعه. لا، هو انا بجبر حاجه معينه بس، ان الطالب يطلع مدرب لسوق العمل، انه يلتحق في اي تمام. مكان، يلتحق في اي مكان يبقى عنده القدره على التفاعل والتناغم مع سوق العمل ويطلع حد مدرب مش حد كده وكده. فدي ما نقدرش نجبر بيها مصانع، انما احنا نجبر نفسنا نطلع لسوق العمل طالب مبدع وطالب متفوق. تمام. طب الاعداد اللي المفروض انها في التعليم الفني أعداد يعني كبيرة ولا أعداد محصورة العدد لا لا معروف لا، يعني؟ الأعداد كبيرة، لا ما شاء الله أعداد كبيرة. وبعدين عايز أقول لك كمان بشرى سارة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية دي هنفتتح مدرسة تجريبية، يعني في اللمسات الأخيرة يعني هنفتتح مدرسة تجريبية صناعية فنية مدة الدراسة فيها 5 سنوات، وده خبر بنزفه لأهالي الجيزة بالكامل. يعني افتتاح ودي مدرسة هتستوعب أعداد طبقا افتتاح للقدرات ولا افتتاح للمجموع؟ لا افتتاح مدرسة تجريبية فنية، تمام، ده شيء رائع يعني يعني. الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، في مدة الدراسة فيها 5 سنوات يحق للطلاب فيهم إنهم يلتحقوا فيها حتى اللي خلصوا. دي هتبتدي امتى يا فندم؟ ده إن خبر شاء رائع. إن شاء إن شاء الله هنفتتحها السنة دي، وده عشان يبقى حصري ليكم بس. هنبتديها السنة دي، هنفتتحها السنة دي ودي الحمل القادم إن هيكون شاء في الله. معايير معينة للتحاق بيها؟ هو مبدئيا المجموع، المجموع ومبدئيا المجموع والمجموع الهدف منها، عفوا بدون قطع كلام حضرتك، ان هي بتؤهل الطالب ان يكون في مثلا لغات، في متابعه التكنولوجيا الحديثه، ايوه يكون يعني متابع للشكل الفني ولكن بشكل فيه ثقافه اكثر. بشكل فيه ثقافه اكتر، فيه تكنولوجيا اكتر، ومعموله على اعلى مستوى وخالصه. ان شاء الله هنفتتحها السنه دي تمام. ان شاء الله. ودي هتعتمد على المجموع فقط؟ هتعتمد على المجموع فقط، لان الطالب بيطلع من اعدادي طبعا بيلتحق بالمرحله الفنيه، فنعتمد على طبعا هنعتمد على المجموع مبدئيا. تمام. يمكن انا حضرت اكثر من مؤتمر لوزراء سابقين وكانوا معظمهم بينادوا بان يكون في مساحات من الاراضي يتم طرحها لعمل العديد من ممكن نقول المدارس لاستيعاب طلبة او عشان نقلل من الكثافة الطلابية الموجودة في المدارس. ماذا عن إدارة اكتوبر وعن الكثافات الموجودة في المدارس؟ لا، هو انت إدارة اكتوبر ما فيش الكلام ده، مفيش لان كثافات لا عموما. لا ما يعني يعني حتى ان كانت في كثافات تلاقي في مدرسه او اتنين، تمام. انما المدارس كلها انت عارف اكتوبر كمنطقه جديده، منطقه عمرانيه جديده، فالمساحات موجوده. هو حتى لدرجه ان رئيس الجهاز بيقول لي شوف ايه المدارس اللي محتاجين فيها مدارس واحنا نوفر لها اراضي لكن احنا المساحة ونديها مناسبة لكم لعدد مساحه. الطلبة اه طبعا، في كافة المراحل في كافه الدراسية. المراحل الدراسيه، لان طبعا منطقه جديده والمدارس فيها ما شاء الله يعني فيها اتساع، انا غير المدارس اللي موجوده داخل المدينه، تمام. انا عندي مساحه فبكيفها زي ما انا عايز بس. وعلى طول يعني السنه اللي فاتت دي 2016 2017 فاتحين 7 مدارس تمام. يعني، وكل سنه بنفتتح كل سنه، وفي مدارس تانية تحت الانشاء، وفي المدارس عندنا اماكن، عندنا اراضي اوريدي طبعا مطروحه طبعا بالفعل طبعا في اكتوبر. طبعا. تمام. والاقبال على غير المدارس كده فيه. وكده حتى المدارس اللي فيها طلبة فيها فرصة للتوسعة، تمام. لأن برضو فيها مساحات للتوسعة، فكل ده موجود الحمد لله. ده من حظ أكتوبر إنها محظوظة يعني في الحتة دي زي دي بالذات، تمام. فربنا يوفق الطلاب إن شاء الله. احنا هنستأذن حضرتك ونخرج فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا ولكن بعد الفاصل.
فينا نزلنا معاكم وحديث التعليمية مرة تانية، بنستكمل حواراتنا عن ممكن نقول المشكلات داخل المدارس، نتكلم على معلومات مهمة جدا داخل كل مدرسة. مرة تانية هنستكمل حواراتنا عن امتحانات نهاية العام وهي الأهم، وأعتقد أن الموضوع اللي بيشغل بال كل ولي أمر بيتابعنا. يمكن هنتكلم دلوقتي عن مجلس الأمناء. كتير من المدارس بتحدد موعد دي انتخابات مجلس الأمناء، وكتير من أولياء الأمور بيكون في عزوف عن الذهاب للانتخابات، ومش عارفين دور مجلس الأمناء هو إيه تحديدا، دوره إيه، مدى مشاركتهم، مدى مشاركة المعلم. ده اللي هنعرفه أكثر من خلال ضيفنا اللي مشرفنا، أستاذ بكساوي مصطفى بكساوي، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك بكساوي. يمكن فعلا كل عام بيتم انتخابات لمجلس الأمناء، عايزين نتعرف أو نأخذ معلومات عنه أكثر. والله هو الفترة اللي فاتت كان مجلس الأمناء قعد فترة جامدة حوالي 5 سنين أو 6 سنين، لأن طبعا كان كل سنة بيتجدد له. السنة دي تم عمل مجلس أمناء جديد من خلال انتخابات، ولكن طبعا هو بعض أولياء الأمور ما بيبقوش مشاركين فعالين في مجلس الأمناء، بمعنى إن هو بيعلن مجلس الأمناء وبنبعت جوابات من خلال الأبناء أو من خلال الطلاب للأولاد بموعد الانتخابات. طبعا حسب ما بيحدد القرار الوزاري موعد الانتخابات بيبقى في فترة من كذا لكذا وبتعلن بيها المدارس كلها، وبعدين ده في وقت معين من كل عام. في وقت معين من كل عام. تمام. فبعد ما تعلن المدارس يبقى في الفتره دي ليها بقى ليها موضوع، ان ما حضرش الانتخابات العدد اللي بيحضر مثلا بتلاقي المدرسه ممكن في بعض المدارس فيها 1000 طالب، تلاقي اللي حاضر 10 15 4 5. احيانا احنا اولياء الامور بيبقوا منشغلين عن عندها، واحيانا بيبصوا لها نظرة تانية أنا مش فاضي. طب هو مهم ولي الأمر يكون موجود في انتخابات مجلس الأمن، وإيه دور مجلس الأمن اللي بيتم مجلس الأمناء؟ مجلس الأمناء عفوا. طبعا هو مجلس الأمناء معين للعملية التعليمية. تمام. يعني هو الهدف منه إن أنا بطرح أفكار عن طريق مجالس الأمناء وعن طريق المهتمين بالعملية التعليمية لإلقاء نظرة على العملية التعليمية. فلما يبقى بيفكر من خارج العملية التعليمية مفروض ان يبقى عنده فكر مختلف عن اللي داخل العمليه التعليميه. انه الزاويه اللي بيبص لها للعمليه التعليميه بتبقى زاويه ايه، لانه خارج العمليه التعليميه فبيبص من زاويه مختلفه مطلقا. بيبقى تمام. بيقول ايه اللي موجود، طب عايزين نحققه، طب تعال اشترك معنا في مجلس الامناء وعايزين نحققه. فطبعا بعد ما بتجرى الانتخابات حضر العدد المنوط به للانتخابات اهلا وسهلا، ما حضرش العدد المنوط به بنستنى ساعه بعديها ساعة تاني وبعديها بيتم التعيين. طب المرشحين بقى لمجلس الأمناء مين؟ يعني هل هو معلم؟ هل هو حد من أولياء الأمور؟ أولياء الأمور لازم. ولا حد من خارج لا، هو بيبقى ليها مجموعة من أولياء الأمور مع مجموعة ثلاثة من المدرسين مع مجموعة تانية من المهتمين بالعملية التعليمية. بيكملوا في النهاية عدد مجلس الأمناء 13. تمام. 13 فرد. منهم ثلاثة من المدرسين، ثلاثة من المهتمين بالعملية التعليمية، 5 من أولياء الأمور بجانب مدير المدرسة وأقدم أخصائي اللي هو بيمسك مجلس الأمناء. تمام. الهدف منه يعني أحيانا ناس في مجلس الأمناء بتفهم دورهم غلط، وأحيانا ناس بيفهموا دورهم صح. إحنا الدور بتاع مجلس الأمناء هو معين ومساعد للعملية التعليمية، ومدير المدرسة حلقة الوصل. تمام. ما بين المعلمين وما بين مجالس الأمن. ان هو بالهدف انا بطرح الدور ده وباخد بيه توصيات بعرضها على مدير المدرسة، ومدير المدرسة خلال التوصيات دي يشوف ايه اللي منه القدر ينفذه وايه اللي منهش القدر ينفذه. يعني احنا بنطلب من كل، انا شخصيا بطلب من كل مجالس الأمن ان هم يشوفوا القرار الخاص بمجالس الأمن قرار 306 ويحاولوا بقدر الامكان ان هم يقروا ويطلعوا عليه عشان كل واحد يعرف مهامه ايه. تمام. عشان ما يبقاش في تداخل بس ما بين الـ 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 الاقوال او واعتقد ان يكون في تيم وورك متعاون مع بعض من خلال ولي الامر والقائمين على العمليات التعليميه. العمليات التعليميه ترتقي في المدرسه او حتى في الاداره بشكل عام كفكر ناضج. المفروض ان انا ما بين المجالس الامناء وما بين المدرسين وما بين مدير المدرسه زي ما حضرتك قلت بنعمل فريق واحد. صحيح. بنعمل فريق واحد الهدف منه ايه؟ النهوض بالعملية التعليمية. يعني مبقاش الهدف منه عرقلة العملية التعليمية، الهدف منه النهوض بالعملية التعليمية. تمام. يمكن في الفترات السابقة يعني
بدأنا نلمس هذا الموضوع أكثر من خلال الحشو والتكدس في المناهج الدراسية، تحديدا في الصفوف الأولى من الدراسة. بنجد أن المنهج أكبر من عمر الطالب، أكبر من سنه. يمكن اللي بيشعر بالموضوع ده أكثر هو ولي الأمر، لأن هو اللي بيقوم بالمتابعة في البيت. ويمكن لو ما فيش اللينك ما بين المدرسة ولي الأمر، أعتقد هيبقى في فشل كبير جدا للعملية التعليمية، لأن مهم جدا مواصلة ولي الأمر مع المدرسة. ولي الأمر بيكتشف إن ابنه بيتذكر له مجموعة من المعلومات العقل غير قادر على استيعابها. ماذا عن الحشو والتكدس؟ وهل حضراتكم بتتكلموا أو بترفعوا شكواكم أو شكوى أولياء الأمور للوزارة أو لسيادة الوزير بشكل عام؟ اولا حضرتك في جمله مهمه حضرتك قلتيها، ان لازم بيبقى في تواصل بين المدرسه وبين مجالس الامناء. انا بعتبره تكامل. تمام، صحيح. يعني المدرسه ليها دور والبيت ليه دور، فلازم الدورين دول يبقوا ايه متفقين مع بعض. في النهايه الهدف واحد اللي هو النهوض بالابناء. انما المناهج اللي هي موجوده، اللي بيحط المناهج دي مستشارين و غير قابلة للتغيير ولا ما وارد. لا انا ما ما يعني يعني هو بيحطوها حسب خطط معينة، ان هي دي اللي هي بتدرس، وهم اللي بيحطوه بياخد الإجازة بتاعته، هو اللي بيتنفس، احنا ما بنتدخلش فيه ونقول ده ايه وده ايه وده ايه. مع ان في، عشان يبقى برضو للعلم، والوزارة بتنزل كل سنة نقد للمناهج من خلال المدرسين، فالمدرسين كلهم بينتقدوا المناهج، اكتب لي نقدك واكتب لي ايه اللي موجود وايه اللي انت محتاجه وايه الحشو وايه ده وايه ده وايه ده، فبيتكتب وبيتقدم برضه ويرجع للوزارة تاني، عشان برضه الوقوف، ان دول يعتبروا، انا بعتبر المدرسين في الميدان، وهم اللي لامسين الزيادات او لامسين النقص او لامسين ده وده وده، فلما بيقدم نقد وبيوصل للوزارة بيعمل بيه، ما بيتركش. ووارد ان يكون في تغيير في الموضوع ده تحديدا في الفترات المقبله باذن ما الله. احنا قلنا هم مين اللي يقول الكلام ده؟ الوزاره طبعا، ال او ال اه القائمين على تطوير المناهج. الوزاره من خلال التواصل مع الساده المدرسين. تمام. استاذ بكساوي، يمكن في الاجازه الصيفيه دايما الطلبه بتسعى انها عندها وقت فراغ وبتنتهي المدرسه بشكل مبكر، وعندها اجازه حوالي 4 شهور او 3 شهور، فبتبقى محتاجه تمارس انشطه. هل المدارس بتفتح ذراعيها لاستقبال الطلبه في فتره الاجازه الصيفيه؟ وايه اهم الانشطه اللي ممكن تمارس داخل المدارس؟ والله انا بشكر ربنا على وزاره التربيه والتعليم انها في الفتره الصيفيه بالذات بتفتح المدارس وبتعمل خطة صيفية في كل المدارس، وبتعمل في مدرستين أو ثلاثة في كل إدارة فيها تجمع للعمل، خطة ثلاثة أربعة على حسب الأعداد اللي هي بتيجي، بتعمل تجمع في مدارس معينة، كل مربع يعني كل مربع بيتعمل فيه مدرسة. تمام. الهدف منها أن تبقى المدرسة عنصر جذب للطلاب، أن الطالب برضو في الصيف يروح المدرسة، مش يعني ما يروحش للدراسة بقى، مش هيبقى مضغوط بقى رايح بالظبط بالظبط يغير كده. جو معنى صح. فبتلاقي في مسابقات، في معسكرات، وفي معسكرات كشفية، وفي مسابقات رياضية، وفي مسابقات فنية. طبعا كل ده بيبقى من خلال خطة صيفية، وبتعمل مسابقات وبتتعمل تنافس ما بين الإدارات للوصول لأعلى مستوى، ودي خدمة بتوديها المدرسة وبدون مقابل، يعني ما فيش أي حاجة. تمام. ده بالنسبة لي النشاط بيمارس أيضا داخل تمام المدارس، تمام وبيبقى ليه الطالب حرية الاختيار سواء أنه يجي النشاط اه أو طبعا اه طبعا اه طبعا بيلي حرية الاختيار في الحضور أو عدم الحضور، بس أنا المدرسة مفتوحة، وأنا يمكن السنة اللي فاتت شفت نشاطات من دي، وشفت في إدارة يعني غير إدارة أكتوبر. غير إدارة أكتوبر تمام. كنت في إدارة العمرانية، تمام. وشفت النشاطات دي موجودة، نشاطات موسيقية، وكنت وفي بروح إقبال عليها يا فندم؟ جدا. يعني أنا شفت مدرسة، كنت بروح مدرسة الطلبة بيتدربوا على الآلات المختلفة، ودخلنا عملوا معاهم مسابقات نشاطات موسيقية، وده برضو مريت على النشاطات الرياضية، ومريت على النشاطات المختلفة اللي هي الهدف منها ان احنا هو موجودين وبنمارس النشاطات، وكل شيء جميل يعني الحمد تمام. لله. يمكن بتكون في افكار كتير جدا في كل اداره تعليميه او للعمليات التعليميه بشكل عام. حضرتك يمكن بقالك شهر بس في اداره اكتوبر، لكن اكيد حضرتك عمل او في نطاق عملك يعني تنوع العمل ما بين اكثر من اداره. دايما كل مدير اداره بيكون لديه العديد من الخطط اللي حابب يتم او تنفذ في عام دراسي باكمله، وتكون خطه ناجحه. هل في خطه واضحه تجاه اداره 6 اكتوبر؟ طبعا في اداره 6 اكتوبر الخطه موجوده،
يعني ايه، كل اداره ليها طريقه مختلفه في الاداره عن الادارات التانية المختلفه. 6 اكتوبر من الادارات الواسعه اللي هي فيها مساحات شاسعه، وبين المدارس والمدارس كميات كبيره. يعني تمام. احنا الهدف من او الخطه اللي موجوده ان احنا بمشيئه الله يعني ان تحصل الاداره على المركز الاول على مستوى المحافظه او على مستوى الجمهوريه في جميع الانشطه، وده اللي هو من خلال تحفيز الطلاب ومن خلال توفير المدرسين الانشطه اللي هم بيقوموا بذلك، لان في النهايه وتحصيل الطلاب يكون قوي يبقى نحصل على المراكز الاولى من خلال الشهادات العامه، ونحصل على المراكز الاولى من خلال الانشطه ان شاء الله. وده دي الخطة اللي هيتم ان تنفيذها في شاء الفترة الله ان المقبلة، شاء لأن هي قائمة ان بالفعل. شاء الله هي قائمه بالفعل، واحنا يعني ماشيين تدريجيا فيها لغايه ما نوصل في لده ان شاء مشكلات الله. بتواجهكم في الإدارة بشكل عام ودايما، أو معوقات؟ يعني أنا بيبقى عندي لدي الخطة إن أنا أنفذها، بس عندي معوقات، ودايما لما بنتكلم أو بنلمس الموضوع بنجد إن المعوقات ما هي إلا معوقات مادية. في إدارات أخرى تقول أنا ممكن أنفذ كل ده بأقل تكلفة. يعني هو احنا الحمد لله الوزارة موفرة كل ده من خلال لا مركزية او من خلال النفقات المختلفة، انما احيانا في عجز عمال، يعني في مدارس كتير فيها عجز عمال ومش عارفين نعمل فيها ايه، لان مش لاقيين لها مبرر ومش عارفين. وبعدين ده انا مش بتكلم في اكتوبر بس، انا بتكلم في ادارات مختلفة، ان احنا يا ريت نمد المدارس بعماله تكون توفر المناخ المناسب للطلاب من خلال نظافه، من خلال الاشياء اللي تقوم بها العمال. تمام. استاذ بكساوي مصطفى بكساوي، مدير عام اداره 6 اكتوبر التعليميه، شرفتنا ونورتنا واثرتنا بمعلومات فيها تقدم للعمليات التعليميه مزيد من النجاح يا فندم. شكرا ليك. ربنا يخليك يا فندم، وشكرا ليك وشكرا للساده المشاهدين. شكرا مشاهدينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا من حديث التعليميه، غدا باذن الله اسره جديده. شكرا لكم، الى اللقاء.